انا مش بالي يرفع الكوره مقوسه ورا هدف التعادل هدف التعادل للمنتخب الوطني التونسي رقم 5 بهاءالدين عثمان طرز مفموز دقائق الاولى تختين لاعب مدافع النجم الساحلي بهاء الدين عثمان يعرض للهجوم يتمكن من افتتاح النتيجه المنتخب التونسي وسيم النغموشي في التنفيذ يسحب الهدف الاول بهاء الدين عثمان يمضي على الخامس ويمضي على ترشح المنتخب التونسي الى الدور الثاني بهاءالدين العثماني امام اسحاق ياخذ الكره يكسب الكره بهاءالدين العثماني امام المهاجم The ones who died with blame.